شكرا جعفر، شكرا عن جد خجلتني. يعني نتوقف الآن عند حكاية من حكايات الطموح والتدرج في المراكز، إنها حكاية رجل الأعمال اللبناني علي كساب الذي يشغل اليوم منصب المدير التنفيذي لشركة فوكالكوم. خلينا نتابع إذن هذا التقرير لشركة ناجحة جدا لرئيس تنفيذي أنجح، ورح تشوفوا بالتقرير ورح نرجع نعلق أنا وجعفر عن Man of the Week في بعد التقرير. علي كساب حكايته بدأت من لبنان، حيث انطلق منها لفرنسا لإتمام دراسته العليا في هندسة الكمبيوتر والمعلوماتية. درس فاجتهد فتفوق، ثم توظف في العديد من الشركات المختصة في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا بفرنسا، ليتمكن فيها من صقل موهبته واكتساب خبرته لتفتح أمام طموحه الفرص الأكبر، حيث أسس شركته الخاصة التي حققت نجاحات ذا عصيتها في فرنسا وشمال إفريقيا، التي مهدت لانتسابه لشركة عالمية رائدة في مجال تقنيات الاتصال والمعلوماتية فوكالكوم الفرنسية، ليكون مديرها التنفيذي في كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. ابتديت تجربتي وقت سافرت من بيروت، كان عمري 17 سنة، سافرت إلى شمال فرنسا لتكملة دراستي. بعدين التحقت بشركة مختصة بالإنجينيرينج والإنتجريشن مجال المعلوماتية للشركات الفرنسية الكبرى. شركة وقت مدادت فيها كانت أكثر من، يعني كانوا عبارة عن 200 موظف، ومن بعد كبرت صارت أكثر من 20,000 موظف من ناحية الأكويزيشن. وخبرتي تمت يعني في مجال شركات الكبرى، البنوك، شركات التأمين، شركات السيارات. بدأت بشركة يعني بنيتها أنا لوحدي في باريس من 2 أو 3 consultants، ولينا بعد 4-5 سنوات 40 consultants. يعني كنا كبرت الشركة بعد 3-4 سنوات صرنا 40 consultants بيشتغلوا بمجال تطوير المعلوماتية والأجهزة المعلومية systems تبع الشركات الكبيرة في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام. لما انضميت لمجموعة فوكالكوم اللي هي اليوم في أكثر من 26 بلد في العالم، وعندهم زبائن في أكثر من 44 بلد، وأكثر من 700,000 موظف بيشتغلوا اليوم على solutions اللي بتعملهم فوكالكوم حول العالم. لأنه بعد 3 سنوات شركة فوكالكوم اشترتها شركة investment private equity خاصة، ومن ضمن الأكويزيشن اللي عملوها كانت أيضا الأكويزيشن بتاعت شراكتي أنا كشريك في فوكالكوم. والحمد لله صرت من البورد في فوكالكوم، يعني صرت في مجلس الإدارة لشركة فوكالكوم في اللي هي اليوم يعني رائدة في مجال كثير مهم في خدمة العملاء. كان لها تأثير في يعني أو أهلي بشكل خاص، كان لهم تأثير كتير على نجاحي. وبتصور البيئة اللي انطلقت منها يعني عطتني دافع كتير مهم. في عنا مثلا بيقول وراء كل رجل عظيم امرأة، فالإنسان إذا ما موفق بحياته الزوجية ما في يتوفق بحياته العملية ونجاحه. في 3 عوامل أنا دائما بقول عنهم، في الحظ، وفي التالنت اللي هو الموهبة، وفي الشغل. في بعض الأشخاص بتكون مختارة لا تنجح، بيكون عندها مثل الانتويشن، يعني it's like في قرارات بياخدوها عن
لأنه هني بدهم ياخدوها، بس في بعض القرارات بياخدوها لأنه هني مسيرين لا ياخدوها. لازم الإنسان دائما يكون عنده اطلاع علمان بكل شيء عم بيصير حوله، ما لازم بس يهتم بالموضوع اللي هو عم يشتغل فيه، لازم يهتم بكل شخص عم يشتغل معه لحتى يأمن نجاحه. كل التفاصيل اللي بتلم حول الإنسان اللي بده ينجح لازم يكون مهتم فيها. فالإنسان لازم يكون عنده ثقة كبيرة بشغله، بعمله، بنجاحته، بموهبته، ولو كانت بسيطة ولو كانت كبيرة. إذا ما كان عنده هذه الثقة ما بيقدر يوصلها لغيره. لا شك فإن المدير الناجح هو الذي يمتلك مؤهلات عالمية، يعرف مفاتيح السوق، وهكذا هو رجل الأعمال اللبناني علي الكساب، رجل فهم ودخل سوق تقنية المعلومات بقوة وجدارة. احنا بدينا الحلقة اليوم بالتخطيط اللي هو مفتاح مفاتيح النجاح، ومع علي الكساب عم ننهي تقريبا الحلقة. بعد في عنا الوقفة الرياضية مع ايضا الرياضي الناجح علاء، رح نحكي ايضا عن أجندة وهيك بعد. ولكن اللي لفت انتباهي في التقرير انه علي الكساب هو هالشي صراحة افاد فيه في احد حواراته، قال انه محفظة الشركة تتيح للشركات الاخرى امكانية التواصل بشكل استباقي مع عملائها عبر طيف كامل من قنوات الاتصال، وأشار أنه أكثر من 650 ألف عميل من 41 دولة يستعينون بخدمات الشركة. بعتقد أنه هذا أحد وجوه نجاح إدارته في شركة فوكالكوم، فكانت جميلة هيك يعني أنه سلط الضوء على هذا الرجل في فقرة مان أوف ذا ويك، لأنه ببرنامج على الموعد بنحب النجاح وبنحب كل إنسان ناجح. هاي في طبيعتنا إحنا هيك، يعني شو بدنا